سلاما ما تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يا ولي الله السلام عليكم يا حجة الله السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض
أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما وحفظتما ما استوداتما وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله وأقمتما حدود الله وتلوتما كتاب الله وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكم اليقين أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما أتيتكما زائرا عارفا بحقكما مواليا لأوليائكما معاديا لأعدائكما مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه عارفا بضلالة من خالفكما فاشفع لي عند ربكما فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه عبدكما ووليكما زائركما وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.